بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ سلسلة جديدة في شرح برنامج اوتوكاد ام اي بي. برنامج اوتوكاد ام اي بي من البرامج البيم، سهل جدا في التعامل، واجهته هي واجهة الاوتوكاد، وفي مزايا كتيرة كويسة جدا، حتى يعني في بعض المزايا مش موجودة في الريفت. طيب انا هبدأ احمله، هقول له اوتوكاد ام اي بي educational، بحيث ان هو يبقى نسخة تعليمية او نسخة تجريبية، دي بتفضل معاك 3 سنين. تمام. طيب اول حاجه بتعملها بتقوله ساين ان، وتروح مدخل اسمه والباسورد، او تعمل ساين اب وتروح عامل نفسك حساب واسمه وباسورد، وبتيجي هنا اوتوكاد ام اي بي، وبتقول له انا عايز نسخه مثلا اخر اصدار، ما هو كده كده كله ببلاش. الويندوز بتختار حسب الويندوز اللي عندك، لو انت عندك 32 شيله وسطه بال 64 لان ده الاحدث. اللغه حسب اللغه اللي انت عارفها، وبعد كده هتقول له انستول، هيبدأ يحمل لك البرنامج. اي اكسبت انستول، بيحمل لك ملف صغير تقريبا مساحته يعني لا تذكر. تمام. وبعد كده اول ما تدوس عليه يبدأ هو بقى يحمل الملفات. الملفات مساحتها كبيرة يعني 5 جيجا او حاجة كده. تمام. طيب انا دلوقتي بعد ما سطبته هقول له اوتوكاد ام اي بي، اوتوكاد اوتوكاد ام اي بي ده خاص بالناس اللي شغاله في التكييف والصحي والكهرباء. اوتوكاد ام اي بي ميكانيكال الكتريكال بلامنج او بايب. هو سهل في التعامل، يعني في بعض الشركات مثلا كان يقول احنا مزنوقين في الوقت وعايزين نخش بيم، فبقول له خلاص طب تعالى نسيت طبقه اوتوكاد اركتكشر اوتوكاد ام اي بي اوتوكاد ستراكشر، بحيث ان الشركه تبدا تشتغل عليه في وقت قصير يكونوا دخلوا في مجال البيم، وبعد كده عايزين نقل حاجه تانية نقل، مش عايز خلاص خليك. وفي بعض الشركات بتطلب كده، بيقول احنا المشروع كله هيبقى معمول اوتوكاد ام اي بي او اوتوكاد اركتكشر، يعني هو مطلوب برضه في السوق. تمام. وان كان الاشهر طبعا الريفت، خلينا نتكلم بصراحه، بس هو في ناس كتيره بتشتغل وانا اشتغلت بيه فتره من فترات. طيب دلوقتي دي واجهه البرنامج، تحس كده ان احنا فاتحين الاوتوكاد وبنغشك، يعني تقريبا مفيش اي حاجه تدل ان هو ام اي بي غير كلمه اوتوكاد ام اي بي، ممكن يكون لعبت انا في الملفات وكتبتها. طيب خلينا نبدا، هقول له دلوقتي يبدا لي ملف بسيط خالص، هو في حاجه اسمها بروجكت يعني مشروع كامل، بحيث ان كله يبقى مرتبط ببعضه، بس خلينا نبدا ملف فاضي خالص. تمام. دي الواجهة بتاعتنا، برضو هتحس ان في فروق بسيطة، بدأ يظهر لي دكت ودكت فيتنج واكيوبمنت وسبيس وهذه الاشياء وهكذا وهكذا والحاجات دي. قائمة انسيرت تعمل ادراج للحاجات اللي انت عايزها، انوتيت لو في كتاب عايز تكتبها، طب ما انسيرت وانوتيت وفيو ومانج وادنس وايه 360 واكسبريس تولز، كل الحاجات دي كانت موجوده في الاوتوكاد، بس بدا يظهر عندي اللي هي حاجات كده في قائمه هوم، وبدا يظهر عندي التول باليت، وبدا يظهر عندي البروجكت مانجر البروجكت نافيجيتور. طيب انا دلوقتي ممكن اجي هنا اغير الورك سبيس، اقول له بدل التكييف خليها لي بايبنج. تمام. فبدأ يغير لي الحاجات الخاصة بالبايب بحيث يسهل عليا الشغل، وعمل لي حاجة اسمها سيستم براوزر وظبط لي طبعا كل الحاجات دي نقدر نعدل فيها زي ما احنا عايزين. تمام. ممكن اقول له طب انا عايز الكتريكال، فيظبط لي الحاجات الخاصة بالالكتريكال. يبقى موضوع الورك سبيس ده كويس جدا ومهم حسب انا هشتغل ايه. تمام. ممكن في وقت من الاوقات رغم ان انت ام اي بي بس في حاجة عايز تعملها معماري، فتدخل على المعماري وتعدل زي ما انت عايز. تمام. عمود مش عاجبك، اي حاجه مش عاجبك تشيلها. تمام. الحاجات دي كنت مسطب اوتوكاد ام اي بي، وبعد كده لما عملت ابديت ظهروا معايا. تمام. ورك سبيس سيتنج، تبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت عايزها، يعني ممكن تشيل الحاجات اللي هي 2016 ديت لان هما نفس الحاجات. تمام. اوكي. في اختيار برضو من ضمن الاختيارات الكويسه، ده هنا كستمايز لو انت عايز تضيف اي حاجه للورك سبيس او تحسب من حاجه. في اختيار برضو كويس هنا، دون سيف تشينج تو ورك سيت، يعني لو عملت اي تعديلات تمام ما تخلاش تظهر معايا. ممكن اقول له لا اوتوماتيك، اي تعديل عملته في الورك سيت احفظه معاك.
تمام. طيب ممكن تقول اوتوماتيك سيف ورك سيت تشينج، بحيث لو انا عدلت اي حاجه اوتوماتيك لو رجعت لها تاني الاقي اخر تعديلات انا عملتها. طيب هنا بيحدد لي ايه الحاجه اللي انت شغال عليها. انا ممكن تقول مثلا ام اي بي ديزاين، فيجيب لك الاعدادات بتاعه الام اي بي ديزاين، اللي يا رب تظهر حاجات بتختفي وهكذا. تمام، هنشوف الحاجات ده بالتفصيل واحنا شغالين. طيب خلينا نرجع لل ال HVAC. تمام، جاب لي هنا التول باليت، جاب لي هنا الخصائص البروبرتيز. طيب لو انا هنا القائمة دي عايز اخليها اوتو هايد، يعني توسع لي مجال بالشكل دوت، تمام، ممكن اجي هنا من الخصائص بتاعتي ادوس على كليك واقول له انا عايز شفافية، تبقى اليافطة شفافة شوية. تمام، ممكن اقول له انا عايز هنا موف، لو انا عايز احركها انقلها. ممكن اقول له بقى انا عايز البروبرز بتاعتها، ده انا عايز مثلا اغير الاسم بتاعها، عايز اغير الديسكريبشن بتاعها. فتقدر تتحكم في القوائم ديت، وتقدر تقول له مثلا انا عايز اعمل مثلا نيو باليت تاني جديدة، او عايز فيو اوبشن، بحيث ان تخلي مثلا الايكون بس هي اللي ظاهرة، او الايكون والتكست زي ما انت عايز، بحيث ان توفر لك مساحة وعدد كبير اكتر من العناصر تظهر معاك. والشريط اللي تحت ده طبعا الشريط المعروف اللي انت بتكتب فيه الاوامر، لو عايز تكتب كومنت امر، او ترجع تشوف اي الاوامر اللي انت عملتها حاجة حصلت غلط، فتبدأ تشوف ايه الاوامر اللي انت عايز تعدلها، وتيجي هنا تقول له مثلا انبوت في حاجه اسمها اوتو كومبليت، بحيث لو كتبت حرف يبدا هو يكمل لك اوتو كوريكت، لو في كلمه كتبتها غلط، يعني مثلا عايز تكتب امر كوبي وكتبتها بالواي مش بالاي مش بالواي، يروح مصلحها لك. برضو في ان انت تقول له اوبشن تتحكم في في العناصر اللي هنا، تبدا تقول له مثلا انا عايز الموديل والورك دول ما يظهروش، فبتقول له ديسبلاي لي اوت اند موديل تابس، اتعلم عليهم ابلاي. تمام، عايز الكالر دوت يبقى لايت خفيف شويه، الواجهه نفسها اللون كله يبقى خفيف زي ما انت عايز. الكروشير سايز اللي هي الخط اللي بيمشي هنا دوت تخليها من اول الشاشه لاخرها. الاكسريف ديسبلاي لو في اكسريف يبقى الشفافيه بتاعته قد ايه. الفيت كنترول عايز سايب 2018 ولا 2013 زي ما انت عايز. يجيب لك كام ملف، اخر كام ملف انت اشتغلت عليهم، ويعرض لي الفول بوس، يعني ما اكتبليش دروينج وان، لا اكتب لي المسار كله من اول لاخره لو انا مسايف اللوحه دي. كلها اعدادات بسيطه جدا بتسهل عليك الشغل وانت شغال على برنامج اوتوكاد ام اي بي.